أمام بوابة معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، نظم مدنيون فلسطينيون وعدد من الأسرى المحررين وقفة تضامنية مع الأسرى الذين يخوضون حرب الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى بعد انتهاء مدة الحكم. المحتجون أوضحوا أن رسالتهم موجهة للعالم أجمع عبر مطالباتهم للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالوقوف بجدية على قضية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. نحن اليوم نؤكد على أن كل الشعب الفلسطيني مع الحركة الأسيرة، مع أسراه البواسل، مع الأسرى المضربين عن الطعام، ونحن نقول أن النصر بإذن الله حليف هؤلاء الأسرى كما كان حليف خضر عدنان وعلان وشلبي وغيرهم من الأسرى الذين جاءوا من بعدهم رفضا للاعتقال الإداري. هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تم إعدادها تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام. جئنا لنقول لن نترك الأسرى فرصة سائغة لهذا المحتل، سنقف بجانبهم، سنكون دعما لهم، سنحرض كل الدنيا لتقف وقفة رجل واحد مع هذا العطاء اللامتناهي، مع هذه البطولة التي تتجسد بالأمعاء الخاوية.